اوكي، فاول حاجه why governments control prices، ليه الحكومات بتحاول ان هي تتحكم في الاسعار. طب بتتحكم في الاسعار ازاي؟ احنا عارفين ان الماركت الطبيعي او الفري ماركت الاكليبريم برايس بيتحدد من خلال الانترسكشن بتوين الديماند اند سبلاي، تمام؟ التقاطع الطبيعي اللي بيحصل ما بين قوى العرض وقوى الطلب ده بيحدد لي السعر التوازني اللي هو الاكليبريم برايس والكميه التوازنيه، تمام؟ طيب اوقات الحكومه بتتدخل او الجفرمنتس الحكومات بتاعت الدول بتتدخل عشان ان هي تزود مستوى الاسعار ده عن الاكليبريم، او بتحاول ان هي تقلل مستوى الاسعار ده عن الاكليبريم، تمام؟ كمان حاجة هناخدها النهاردة حاجة اسمها الكوتز. الكوتز دي هي عبارة عن كميات معينة، تمام؟ زي مثلا الدولة بتستورد كميات معينة من برودكت معين، فهي بتحاول ان هي تقول المفروض ان احنا نستورد كمية معينة، ما ينفعش اي كمية زيادة عن الكمية دي بتبقى illegal او غير قانونية، تمام؟ أول حاجة بيقولها لي أو أول نقطة في السلايد دي بيقول لي the market price moves to level at which quantity supplies equals، يعني بتساوي ال quantity demand، ده ال free market أو ال market price العادي. But this equilibrium price does not necessarily please either buyer or sellers، يعني ممكن التوازن بتاع الأسعار ده ما يكونش مرضي لكل من الناس اللي بتشتري buyers والناس اللي بتبيع اللي هم ايه السيلرز. عشان كده the government intervenes to regulate prices by imposing price control. في اوقات الجفرمنت الحكومه بتتدخل ان هي تتحكم شويه في الاسعار اللي احنا بنقول عليها ايه price controls which are legal restrictions اللي هي قواعد قانونيه on how high at the A or low market price may go. At the A الأسعار دي ممكن تكون مرتفعة و at the A الأسعار دي ممكن تكون منخفضة. الناس معايا؟ أو تمام. أوكي. طيب. أول حاجة هنبتدي نتكلم فيها حاجة اسمها price selling. الـ price selling دي هي maximum price، هي الأسعار اللي احنا بنحطها الـ maximum بتاعتها، أعلى حاجة ممكن توصل ليها الأسعار، تمام؟ يعني حضرتك ما ينفعش إنك أنت تزود الأسعار عن البرايس سيلينج ده، زي مثلا وليكن هو 7 ف8 يبقى إيه الليجل، أقل من 7 إتس أوكي، إحنا في المنطقة الليجل، تمام؟ يبقى الديفينيشن بتاع البرايس سيلينج إز ماكسيمم برايس سيلرز، الناس اللي بتبيع، أور ألاود مسموح ليهم to charge for the good or service، ان هم يبيعوا الخدمات والمنتجات بتاعتهم بالسعر ده. طب البرايس فلور هو عكس اللي احنا قلناه تماما. البرايس فلور هو الحد الادنى للاسعار. يعني ايه حد ادنى؟ يعني ما ينفعش حضرتك تبيع المنتجات ديت باقل من البرايس اللي احنا فرضينه عليك. زي مثلا الحد الادنى للاجور اللي احنا سمعنا عنه، اللي هو مثلا كانوا بيتكلموا في 2000 جنيه او 1200. ما ينفعش ان حد يكون بياخد اقل من كده، تمام؟ ده بنقول عليه برضو price floor. يبقى ال price floor is the minimum price buyers الناس اللي بتشتري are required to pay for a good or service. في مشكلة حد هنا؟ ثانية بس اسأل حاجة. sure. هو ال يعني ال price ceiling مش مرتبط بال sellers بس، البرايس هم كاتبين في التعريف بتاعها السيلرز بس، هو ليها يعني ليها علاقه بالاثنين صح؟ طبعا ليها علاقه بالاثنين، ولكن هم مين اللي بيبيعوا اصلا الجودز والسيرفيسز؟ السيلرز. السيلرز عشان كده كتب لك في الديفينيشنز السيلرز. طب ما البرايس فلور كاتب البايرز. تمام، لان البرايس فلور بيخدم اكتر المشترين، الناس اللي هي بتشتري، فاهماني؟ ايوه تمام. اوكي طيب هنيجي بقى نتكلم على البرايس سيلينج لوحده. برايس سيلينج ار تايبيكلي امبوزد ديورينج كرايسيس، يعني في الغالب هو
بينفذ في الكرايسيس اللي هي الأزمات، الوارز، الحروب، هارفست فيلر، المواسم اللي فيها محصول مش كان كويس، الناتشرال ديزاسترز، الكوارث الطبيعية، كل الحاجات دي. Because these events often lead to sudden price increase. عشان كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها ديت من الممكن ان هي تعمل ايه؟ ارتفاع مفاجئ في الأسعار، تمام؟ That hurt many people. وده بيأثر على كتير من الناس، تمام؟ But produce big gains for a lucky few. يعني المشكلة بتاعت price selling ده اللي هو أنا ببتدي أحط حد أعلى للأسعار، ما ينفعش الأسعار إن هي تعدي أو تزيد عليه عشان أتجنب الزيادة المفاجأة أو الزيادة اللي بتحصل بشكل سريع للأسعار دي، تمام؟ طبعاً بقى مديني examples الكلام ده اللي هو الـ US government imposing selling لو حد أعلى للأسعار على الألومنيوم والحديد خلال الحرب العالمية الثانية، المعلومة ليكو يعني. والرنت control in نيويورك سيتي. طيب ده يا بنات التوازن الطبيعي، ادي السبلاي كيرف. وايه يا دكتور بعد اذنك؟ شور عشان بس النت عندي قطع، انا ما فهمتش الامثله اللي فوق. لا هو مثال ايه اللي حصل في يعني في الوقت ده، يعني اثناء الحرب العالميه الثانيه الولايات المتحده مثلا او الحكومه بتاعتها. النت بس بيقطع تاني. طب هو مين بس اللي عنده النت بيقطع؟ الو انا. طيب بقيه الناس النت بيقطع عندها برضه؟ لا النت تمام عندي. اوكي طيب هو النت بيقطع عندك، يبقى في مشكله عندك انت في النت. لو حد يعني شغال في النت ممكن تخليه ان هو يستنى شويه لحد ما نخلص. اوكي ماشي. فزي ما انا كنت بقول لك just examples يعني عن البرايس سيلينج، الاكزامبلز ديت حصلت بالفعل في مثلا الحرب العالميه الثانيه، حطوا حد اعلى للاسعار على الالومنيوم والحديد، تمام؟ او تمام. اوكي شوف بقى المثال اللي بعد كده. هو هنا مديني على الاكزامبلز اللي احنا بنتكلم فيه، هو الماركت فور ابارتمنتس. الابارتمنتس دي اللي هي عدد الشقق يعني، تمام؟ ادي السبلاي بتاعي الطبيعي، سبلاي كيرف والديماند كيرف، وادي الاكليبريم. احنا اتفقنا ان الاكليبريم هو بيحدد لي الاكليبريم برايس اللي هو هنا عند 1000 او 1000، والاكليبريم كوانتيتي اللي هو هنا ايه عند 2. اوكي ده العادي او الطبيعي، ادي كوانتيتي ديماند عند 2 بت ايكوال، لازم تساوي الكوانتيتي سبلايز عند قد ايه؟ عند 1000 دولار في الشهر، تمام؟ اوكي ايه اللي حصل بقى هنا؟ بنتكلم على الافكت او التاثير بتاع البرايس سيلينج، تمام؟ برايس سيلينج يا بنات بيكون التاثير بتاعه بيحصل امتى؟ لما يكون اسفل الاكليبريم، تمام؟ انا جيت هنا احنا اتفقنا ان التوازن الطبيعي او السعر التوازني عند كام؟ 1000 صح؟ الو تمام ايوه اوكي. جت الحكومة قالت الحد الأعلى للأسعار تبقى 800، تمام؟ فطبيعي جدا إن الكمية المطلوبة على البرودكت ده تبتدي إن هي تزيد، كانت عند 2 بقت عند 2.2، تمام؟ وطبيعي جدا إن الكمية المعروضة تقل، لأن في علاقة عكسية ما بين الكوانتيتي ديماند والبرايس، وعلاقة طردية ما بين إيه؟ الكوانتيتي سبلاي والبرايس. فإيه اللي حصل هنا؟ حصل حاجة اسمها shortage. يعني إيه shortage؟ عجز، تمام؟ عجز قد إيه؟ يعني الكمية المطلوبة بقت أكتر من الكمية المعروضة، فحصل حاجة اسمها housing shortage قيمته 400,000، اللي هو الجزء ما بين الـ 2.2 ده لـ 1.8. خلوا بالكم إحنا بنتكلم في millions، يعني مش واحد بس، 2.2 مليون، تمام؟ ف
فالفرق ما بينهم بنتكلم في حوالي 400 ألف شقة، ده shortage أو عجز حصل أو نشأ عن البرايس سيلينج ده. طيب معلومة ليكم، أي برايس سيلينج تحت الإكليبريم بيبقى ليه إفكت، وطالما ليه إفكت هيحصل حاجة اسمها shortage، دي ثابتة أو ثابتة. تمام؟ تمام. أوكي. طيب أنا حد يقرأ؟ أيوة أشرح الحتة دي عشان مش فاهمها. طب اقريها. طيب بلاش، لا خلي حد غيرك. أي حد يا بنتي اقري يا إسراء. طيب إسراء أنت معانا؟ أوكي. طب اقري يا دعاء. جماعة انتوا سامعيني؟ Any efficiently low quantity that weight loss is a loss in total surplus that occurs whenever an action or a policy reduces the quantity transacted below the efficient market equilibrium quantity. Inefficient allocation to customers with resources, inefficiently low quality black markets. عظيم جدا. دلوقتي بيتكلم على ايه؟ بيتكلم how the price selling ده بيعمل حاجة اسمها inefficiency. تمام؟ خلينا متفقين ان سواء the price selling او the price floor او حتى the quotas بتعمل inefficiency اللي هو عدم كفاءة للماركت. طب ليه عدم كفاءة؟ عشان اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي حالا حاجة اسمها dead weight loss، خسارة بتنتج عن الـ inefficiency دي، عن عدم الكفاءة. تمام؟ دي بتقلل من ايه؟ لو تفتكروا احنا شرحنا الـ chapter اللي فات الـ customer surplus أو الـ consumer surplus والـ producer surplus اللي هو فائض المنتج وفائض المستهلك. تمام؟ هي الـ dead weight loss دي بتعمل إيه؟ دي بتقلل من فائض المنتج وفائض المستهلك. تمام؟ فعشان الـ reducing in total surplus ده بيحصل حاجة اسمها إيه؟ inefficiency، عدم كفاءة. طب إمتى الكفاءة دي بتحصل؟ لما نكون في الـ free market اللي هو التوازن الطبيعي للسوق، إن الـ quantity supply equal the quantity demand. تمام؟ ثاني، dead weight loss is the loss، هي عبارة عن الخسارة في إيه؟ الـ total surplus. طب مين الـ total surplus؟ هو الـ consumer surplus والـ producer surplus، بقول عليهم هما الاثنين total surplus، الفائض الإجمالي أو الكلي. بيحصل إمتى الكلام ده؟ occurs when an action or policy بتقلل الـ إيه بقى؟ إحنا الـ action أو الـ policy اللي إحنا بنتكلم عليه دلوقتي هو الـ price selling. تمام؟ هي السياسة أو الفعل اللي احنا أخذناه بتعمل إيه؟ بتقلل الكمية that reduces the quantity transacted below، أسفل. لو تفتكروا قلت لكم إمتى يحصل تأثير؟ لما يكون الـ action اللي احنا أخذناه ده أو الكمية اللي احنا أخذناها دي أسفل الـ إيه؟ الـ efficient equilibrium quantity. طب لو أعلى، لو above the equilibrium quantity it has no effect، يعني مش هتأثر، وبالتالي dead weight loss دي مش هتحصل، وبالتالي الماركت still efficiency بيشتغل بال demand والسبلاي عادي كده. تمام؟ ثانية، يعني ال dead weight loss دي مش موجودة غير مع ال shortage؟ لا يا فندم، ثواني واحدة. بصي كده، ال price ceiling أسفل التوازن ولا اعلى التوازن؟ اسفل. طالما البرايس سيلينج اسفل التوازن يبقى هيحصل inefficiency وهيحصل shortage وهيحصل كل اللي احنا بنتكلم فيه ده كله. طب لو هي اعلى ولا اي حاجه من دي هتحصل؟ يعني لو البرايس فلور مثلا مش هيبقى price فيه سيلينج. لا بتكلم، خليني واحده، انا بتكلم على البرايس سيلينج. خلاص، اللي هو الحد الايه؟ الاعلى للاسعار، يعني حضرتك ما ينفعش تزود اعلى من كده. اوكي، ما ينفعش توصل للإكليبيوم للتوازن.
فلازم يحصل شورتج، عجز، لان انا قللت تمام السعر. تمام تمام اوكي. از ريزلت بقى للكلام طب ده، معلش هو ممكن اسال على حاجه؟ اكيد معاكي، اتفضلي. هو انا كنت عايزه رسمه توضح ال كنت عايزه اسال كنت عايزه رسمه توضح اللي هو الديت ويت لوس ده غير الرسمه الموجوده دي، لان دي محفوظه فانا مش هعرف اطبق عليها حاجه تانية. الرسمة، عايز رسمة غير دي صح؟ في رسمة هنجيلها حالا بتوضح الـ dead weight loss. الرسم اللي بعدها ده هنجيلها عن طريق العيش. طيب نكمل؟ نكمل. As a result بقى للـ inefficiency دي أو نتيجة للـ inefficiency دي، هيحصل الأربع حاجات اللي إحنا بنتكلم عليهم. أول حاجة inefficient allocation to customers، يعني عدم كفاءة في التوزيع للكاستمرز بالنسبة للconsumer surplus. wasted resources، في موارد أهدرت، عشان كده ظهرت الـ dead weight loss، عشان كده ابتدينا إن الفائض بتاع المستهلك والفائض بتاع المنتج يقل. inefficient low quality، الكواليتي بتاعت البرودكت نفسه ابتدت إن هي تقل. حاجة مهمة جدا اسمها البلاك ماركتس. بلاك ماركتس ديت اللي هي السوق السوداء. السوق السوداء ديت بتنتج عن ان مفيش اصلا اكليبيوم في السوق، مفيش توازن احنا شغالين بيه، وبالتالي هتلاقي ناس او السوق السوداء دي بتظهر عشان ترجع الاسعار للطبيعي بتاعها. تمام. حاجه كمان دي كنت اعرفوها، السيرش تايم او الكوست اوف سيرش تايم ويل جانا انكريز. يعني ايه الكلام ده؟ انما هو احنا اتفقنا ان حصل عجز او شورتج، فان انا ابتدي ادور على البرودكت ده هياخد مني وقت وتكلفه ان انا الاقي حاجه مناسبه. اوكي في مشكله. دي بقى الرسمه اللي حضرتك كنت بتتكلمي فيها، اللي هي بتتكلم على الداد والقص. شايفه انت المثلث اللي هو باللون مش عارف اللون ده احمر فاتح او وات ايفر، يعني اللي هو ده بالظبط، ده اللي بقول عليه الديد ويت لوس. الجزء ده كله هو مقتطع من التوتال سيربلس بتاع مين؟ بتاع المنتج وبتاع المستهلك. ده مش معانا، دي خساره. طب الخساره دي ظهرت ليه؟ عشان الان افشنسي. ليه برضو؟ عشان البرايس. تمام. طب معلش انا اسال على حاجه في الرسمه، هو دلوقتي مش أيوة. الاكوليبريم عند 1000؟ عند 1000 شور برايس. تمام. احنا ليه بقى طلعنا للديد ويت لوز ده ليه طلع ل 1200؟ ليه طلعنا هنا عند ال 1200؟ عشان انت لو جيتي بصيتي تحت كده عند السبلاي كيرف هتلاقي، والديماند كيرف عند البرايس سيلينج عند 800. بصي كده، ده الكمية المعروضة كام؟ 1.8. 1.8 من عشرة. المفروض هيقابلها هناك عند الكونسيومر سيربلس أو فائض المنتج. فبصيتي على الديماند كيرف، طلعتي فوق من عند ال 800 هنا 1.8 من عشرة، هتوصل لل 1200. تمام. فده عشان كده هو ابتدى ان هو يرسم الديد ويت لوس. انت لو حطيتي هنا ادي التوازن بتاعنا، هتلاقيه واخد بالظبط بالظبط جزء من البروديوسر سيربلس وجزء من الكونسيومر سيربلس. واضحه ولا ايه؟ تمام. يعني معنى كده ان هو اللي هو 1200 شقة، مش عارفة ان هو 400 شقة مش هتتأجر يعني؟ الجزء بتاع الشورتج هو 400 بس، مش ما بقيسهمش من هنا، انا بقيسهم من تحت عشان بتكلم في كوانتيتي، في كميه. تمام. المفروض الكوانتيتي ديماند عند 800 هي 2 مليون و200 ايوه الف. تمام. بالسعر. تمام. وهنا عند مليون و800 الف، لو طرحت الاثنين مع بعض يديني 400. لو تلاحظي بيقول لك ايه؟ الكوانتيتي سبلايد ويز اوت رينت كنترول هنا عند اثنين. طب لو حطيت بقى الرينت كنترول او البرايس سيلينج، بقينا فين؟ هنا
عند 1.8 من 10، تمام؟ يبقى في فرق ما بين برضو يعني برضو يبقى كام شقة ما تأجرتش يعني، من 1.8 لـ2 ده الشقق اللي ما تأجرت؟ من 1.8 لـ2 لـ2 دول الشقق ولا من اللي 1.8 بس؟ تأجروش. طب خلينا واحدة واحدة كده. أنت لما بتنزلي السعر، هو السعر كان عندي كام؟ 1000. طيب أنا لما نزلت السعر طبيعي إن الكمية المطلوبة تزيد ولا تقل؟ هتزيد. هتزيد. الكمية المطلوبة يا فندم كانت 2 مليون. لما نزلت السعر بقت الكمية المطلوبة كام؟ 2 مليون واحد و200. تمام. لا، تمام الكمية تمام المطلوبة مش المعروضة. طيب عند تمام السعر الطبيعي عند 1000 كانت الكمية المعروضة 2 مليون. طب أنا نزلت السعر، الكمية المعروضة تزيد ولا تقل؟ هتزيد أنا قللت السعر، الكمية المطلوبة هتزيد والمعروضة هتقل. المعروضة هتقل، تمام؟ فقلت تمام من كام؟ من 2000 ل 1.8 من 10. إذا بقى عندي عجز التوتال بتاعه هو من 2 مليون و200 ألف ل 1 مليون و800 ألف. الفرق ما بينهم ده الشورتج. ده الشورت. تمام، انا بقى عايزه اعرف الشقق اللي هي اللي في الديت ويد لوز ده ليه يعني، كم واحده لسه ما اتاجرتش او العدد بتاعهم ايه؟ هو مش بيجي الديد اكيد ويت يقول لي لوس، في الامتحان؟ هقول لك حاجه، الديد ويت لوس ما بيقيسش كوانتيتي، ما بيقيسش قد ايه شقق ما اتباعش او الكلام ده، هو بيقيس الخساره اللي بتنتج من الفقدان بتاع فائض المنتج وفائض المستهلك. هتوضح كمان؟ هنا كام بقى؟ ايه؟ هنا هتبقى كام هسألك بقى؟ حالا يا فندم، ده مثلث صح؟ مساحه المثلث بتساوي ايه؟ نص القاعدة في الارتفاع. نص القاعدة في الارتفاع. الارتفاع بتاعنا اهو من 2 ل 1.8 من 10، تمام؟ يبقى 200 ألف. بس احنا مش علينا حساب، صح؟ أنا هي عايز تحسبها أحسبها لها، لو ممكن يجي سؤال عن الجزئية دي تمام. تمام مفيش مشكلة. أدي 200 ألف ده الارتفاع، يبقى 200 ألف في نص القاعدة اللي هو كام؟ من 1800، من 1200 400. ل 800 كام؟ 400. لا مش دي القاعدة، ده مثلث قائم. القاعدة من نقطة الإي للنقطة اللي هي بتاعت 1.8 دي. من نقطة الإيل لا لا لا، أنت احسبيها كده اللي أنا بقوله لك ده صح. نص القاعدة دي في الارتفاع ده اللي هو 1200 ناقص 800 حوالي 400، أخد نصهم اللي هو 200 200 ده الوتر، 200. سوري، هو ده الوتر اللي انتوا حسبتوه ان هو ارتفاع، ده الوتر. طب هي 200 في 200 هتطلع معاكي بقد ايه؟ بعدين على تمام. فكره ده مش يعني مش الكونسبت او الكور اللي احنا بنتكلم فيه، بس هي طلعت معانا مثلا كده. ف شوفي بقى 200000 هتطلع معاكي برقم هو لو انت حسبتي بالطريقه بتاعتك. اوكي، الرقم ده هيجيبهولي في الامتحان ان هو بيدل على الديت ويت لوز، ملوش اي مسمى تاني يعني، صح؟ يس، ده الديد ويت لوس اللي احنا حسبناه ده. تمام. اوكي، انا مش فاهم المربعين اللي تحت اللي هو ها without rent وال with rent control، طيب ده يا يعني فندم التوازن الطبيعي من غير البرايس سيلينج اللي هو الرنت كنترول. اوكي، ده التوازن او الكميه المعروضه سبلاي بعد ما عملت كنترول للبرايس بتاع البنت. تمام. طيب شكل برضو بيوضح الخساره اللي نتجت عن البرايس سيلينج ده الكونسيومر سيربلس وده البروديوسر سيربلس. امتى يا فندم؟ بيفور رينت كنترول، قبل ما نعمل برايس سيلينج، تمام؟ ده فائض المستهلك وده فائض المنتج. حلو، خلينا بقى نعمل برايس سيلينج افتر رينت كنترول او افتر برايس سيلينج، تمام؟ ايه اللي حصل؟ البرايس سيربلس قل بقى الجزء ده بس، والبرايس
او الكونسيومر سيربلس بقى الجزء ده، تمام. طب فين بقى الديد ويت لوس، الجزء اللي هو الايه المثلث اللي هو باللون الاحمر الفاتح؟ اوكي، لو بصيتوا هنا هتلاقوا ان الكونسيومر سيربلس اكتر شويه من البروديوسر سيربلس، تمام، لان انا جيت شويه هنا على المنتج قللت السعر، تمام. This is about يعني الايه before rent control وده after rent control. حد عنده مشكلة؟ دكتور دلوقتي هي المربع البرتقاني ده dead weight loss، تمام. الدكتور ايه؟ المثلث مش المربع. معلش المثلث. فالدكتور في الفيديو راح قال ان هو كمان هناخد معاه اللي هي الجزئية من 1.8 ل2.2، هو كده يعني ممكن يكون اتلخبط من 1.8 ل2.2. المثلث بقى اللي فوق ده اللي هو جنبه ده هناخده معاه، يعني ده ديد ويت لوس المثلث. طب let me check it، يعني خليني اشوف لك واقول لك، بس اللي انا اعرفه خليني كده تاني عشان ما كنت سامع. لا هو حتى في الرسمه، بس بص هو حتى في الرسمه مشاور على الجزء ده بس، وقايل لك ان ده ديد ويت لوس، تمام. لان هو الديد ويت لوس ده يا بنات بياخد من ايه؟ من الكونسيومر سيربلس ومن البروديوسر سيربلس، من الجزء ده المثلث ده كله بياخد منه حته، تمام. ده يعتبر اللوس. مش هاجي بقى هنا، مش هاجي هنا واقول ان هنا في ديد ويت لوس، وخليني برضه اشوف فعلا، تمام. يمكن كلامه صح، بس اللي انا متاكد منه او اللي انا اعرفه ان هو الجزء ده بس، تمام. خليني اشوف فعلا البوزيشن الجاي. طب ما هو الدكتور اصلا قال ان هو الجزء ده بس، حتى لما نيجي نحسب ال، ما هي زميلتك بتقول الجزء اللي تحت ده معانا كمان من 2.2. هو قال كده في الفيديو، فخليني اشوفها، بس انا يعني 90% زي ما انا بقول لك، تمام ماشي. طيب حد يقرا دعاء قريت ليريا روان كده؟ ماشي. Price ceiling often lead to inefficiency in the form of inefficiency allocation to consumers. People who want the good badly and are willing to pay a high price don't get it. And those who care relatively little about the good and are only willing to pay a low price do get it. كملي. أكمل اللي تحتها؟ ماشي. Price ceiling typically lead to inefficiency in the form of wasted resources. People expend money, effort and time to cope with the shortage caused by the price ceiling. السلايد دي بيبتدي يشرح التأثير بتاع البرايس سيلينج ده، أو تأثير الـ inefficiency دي، عدم الكفاءة. فبيقول لي إيه؟ price ceiling اللي هو الحد الأعلى للأسعار often lead to inefficiency، وشرحنا ليه بتنتج الـ inefficiency دي أو عدم الكفاءة. in the form of في شكل ال inefficiency allocation to customers. ال allocation بتاع ال customers بيبتدي يحصل فيه inefficiency أو عدم كفاءة. people who want the good badly، الناس اللي هي عايزة السلعة دي are willing to pay high price، هيبتدوا إن هم إيه؟ يعلوا الأسعار، لأن حصل إيه يا بنات؟ حصل shortage فيها. to pay a higher price don't get it، برضو مش هياخدوها. and those who care relatively little about the good are only willing to pay low prices to get it. يعني ايه الكلام ده برضو ببساطة كده؟ الناس اللي هي عايزة تاخد السلعة دي حتى بأسعار عالية جدا ممكن ما يعرفوش يتحصلوا على السلعة دي because of the shortage. وممكن واحد ما عندوش اهتمام قوي بالسلعه يقدر ان هو ايه يحصل على السلعه دي. فدي اول حاجه اللي هي الانفيشنت الوكيشن للايه
للكونسيوم. نتكلم في تاني حاجه اللي هي الويستد ريسورسز او الموارد المهدره. طب الموارد المهدره دي بتكون في شكل ايه؟ مثلا زي الموني، people expended money، effort، الجهد، ده كله برضو ناتج عن shortage يعني. حتى بص and the time cope with the shortage، الايه العجز اللي حصل ده caused by the price. تمام؟ ناس معايا؟ معاك تمام. We are still في how price selling causes inefficiency. يعني نتكلم دلوقتي على inefficiently low quality الجودة والblack market. Price selling often lead to inefficiency. خلاص عرفنا ان هي بتؤدي الى عدم الكفاءة in that good the goods being offered are inefficiently low quality. ممكن السلع اللي هي بتبتدي ان هي تبقى معروضة دي الكواليتي او الجوده بتاعتها تكون مش كويس. تمام؟ سيلر البائعين اوفر لو كواليتي جودز ات لو برايسز. احنا قللنا الاسعار يا بنات، كانت 1000 دولار قللناها ب 800 دولار، وبالتالي ممكن المنتج ده او السيلر ده او السبلاير ده يبتدي ان هو يقول لك ده الاسعار قليله، طب ليه انا ما قللش في الجوده بتاعت الايه برودكت؟ تمام، على قد فلوسهم يعني. At low prices, even though buyer would prefer, ولكن طبعا الناس اللي بتشتري او buyers بيفضلوا ال higher quality at higher price. انا عايز ادفع او فلوس يعني ممكن تبقى حتى اعلى شويه من ال 800 دول، بس اخد quality كويسه. تمام؟ فهنا هيحصل حاجه اسمها ايه؟ inefficiently low quality، عدم كفاءه في الجوده بتاعت البرودكت. اخر جزئيه اللي هو البلاك ماركت اللي هي السوق السوداء. هي دي بتكون جنب ان بارلل للسوق العاديه للليجل ماركت. دي بتكون الليجل ماركت، يعني هي سوق غير قانونيه بتنشا نتيجه برضو للان افشنسي دي او الشورتج اللي حصل. البلاك ماركت از ذا ماركت، هو عباره عن سوق in which goods and services are bought and sold illegally. مهم جدا، هو سوق عادية البضائع والخدمات بتباع وبتشترى فيه ولكن بشكل غير قانوني. ليه بشكل غير قانوني؟ هي ممكن تبقى سلعة عادية جدا، مش حاجة، مش دراج يعني، ولكن بيبيعوها بسعر أعلى من اللي الحكومة فرضاه، عشان كده بنقول عليها إيه؟ illegal، غير قانوني. Either because it is illegal to sell them at all or because the prices charged are legally prohibited by pricing. هو ابتدى ان هو يصنف ال illegal ديت لحاجتين، ممكن يكون اصلا الحاجه اللي هي بيباعها دي هي حاجه illegal زي ما انا قلت مثلا الدراج، فسواء كان كده او كده هو مش مسموح له اصلا ان هو يبيع حاجه زي كده في السوق العاديه، فبيلجا للايه للبلاك ماركت، او زي ما انا شرحت ان هم بيعلوا الاسعار في السلع العاديه وبالتالي we're still in illegal market. ناس معايا؟ اوه تمام. اوكي طيب، حد يكمل؟ اي حد؟ تري اسرع كده، اسرع. انت معانا؟ معاك ينفع تقري؟ اقرا اني واحدة. لا كله. تمام ماشي. Rent control in New York price ceiling hurt most residents. لا انا مش عارفة اقرا، ف معلش بقى المرة دي. مفيش مشكلة. طب اقري يا دعاء. يا دعاء. Price ceiling hurt most residents but give a small minority of renters much cheaper housing than they would get in an unregulated
regulated market. Those who benefit from the controls are typically better organized or and the more influential than those who are harmed by them. Right. When pricing have been ineffective for a long time, buyers may not have a realistic idea of what would happen without them. Government officials often don't understand supply and demand analysis. That just example, ده مثال على ال rent control اللي حصل في نيويورك. تمام؟ دي في US أو في الولايات المتحدة يعني هم ابتدوا إن هم يعملوا control أو price selling لل rent للإيجار بتاع الشقق اللي كانت موجودة. تمام؟ طبعًا ال price selling ده على long term يا بنات ابتدى إن هو يعمل مشاكل يعني بيقول لي إيه؟ effect for long time buyers may not have realistic idea ما بقوش عندهم فكره يعني حقيقيه of what would happen without them. Government officials often do not understand بشكل رسمي يعني الحكومه ابتدت ان هي تدرك ان فكره البرايس سيلينج دي واحده من الحاجات اللي هي مش هتنفع الماركت في ان هما مثلا يحط حد اعلى للاسعار او كده. فده كان just example يعني نتكلم على rent control في نيويورك. دكتور ممكن سؤال؟ اكيد. دلوقتي السبلاير تمام بيعرضوا حاجات صح؟ نعم. يعني مثلا الشقق فهو الحكومه عملت كنترول وقللت السعر فهم الشقق الغالية ما عرضوهاش لكن الشقق اللي هي الرخيصة هي اللي سابوها زي ما هي فكده هو يعتبر الحكومة ما عملتش حاجة غير ان هي خلتهم ما يعرضوش الشقق الغالية. بتتكلمي على الاكزامبل ده ولا بتتكلمي بشكل عام؟ بشكل عام يعني ما هي من الامثله يعني برضو اللي هنا ما هو ده دي فكره الايه الكواليتي او اللو كواليتي اللي احنا كنا بنتكلم فيها اللي هو على قد فلوسكم انتوا مش انتوا قللتوا الاسعار طب خلاص انا هنتج انا هبيع انا المنتجات بتاعتي بالجوده دي او بالشكل ده حد ما حدش يعني. يحتاج عندي ما في الاخر هو برضه نعم في الاخر هو بيعمل على مزاجه لكن الحكومه مش بتعمل اي كنترول. ما هي دي واحدة من ضمن الانتقادات بتاعة الموجهة للبرايس كنترول الموجهة للحكومات بس الحكومة بتقول لك إيه؟ لا أنا عايز أقلل الأسعار عشان كل الناس تستفيد. فاهماني؟ فهي برضو هو الاقتصاد بشكل عام ما فيهوش حاجة يعني زي ما الكتاب بيقول مش قرآن. تمام؟ هي بتكون بوليسيز هي سياسات بتتبع من قبل أفراد أو أشخاص أو حتى حكومات. ممكن السياسه دي في مرحله معينه تكون كويسه وبعد كده ارجع هو يعني اللي الناس بتتكلم فيه هو ما فيش احسن من البري ماركت اللي هي السوق الحر. تمام؟ يعني حتى على فكره السيشن يعني هتفصل حالا